العربية بالفرنسية بهادي، هنهضر معاكم عادي. خوتي المغاربة واللي متبعين الفيلم ديال عادل الميلودي، وصل للجزء الثالث. وخا كتجي نتايا نهار اللي كتبغي تخلص كبيرة في لاسورونس ديالها، عاد كتجي. ومازال السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا في احوال طيبه ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نسمعوا فيه بوقطب اللي تيدعي الميلودي بانه هو الاب الحقيقي ديال عزيز، كيخرج بواحد التصريح خطير وصادم جدا. من بعد هذا التصريح هو جديد، يعني من بعد ما خرجت النتيجه ديال لادين، وكذلك من بعد ما خرج الميلودي كيقصف وكيقذف امي الكبيره بواحد الكلام اللي هو خطير. رد عليه بوقطب وقال بانه يعني امي الكبيره هي اللي طلعته في الاغنيه الاولى ديالو، وبانه مازال تيقولها وتيعاودها بانه مستعد انه يدير لادين عزيز باش ياكد بانه ماشي الاب ديالو، وكذلك حقائق اخرى صادمه. تبعوا اخوتي الفيديو حتى الاخير باش تسمعوا، راه مفاجاه كاينه غادي تسمعوها. ما بقاش نهضر معكم بالدارجه باللغه العربيه بالفرنسي بهادي، نهضر معكم عادي. خوتي المغاربه واللي متبعين الفيلم ديال عادل الميلودي، وصل للجزء الثالث. دات عنده الجزء الاول قبل كورونا، الجزء الثاني من بعد كورونا، الجزء الثالث عنده من بعد مع تخفيف الحجر الصحي. الجزء الثالث هو اللي ذكر واحد السيد اتهمه بانه هو بوات عزيز الحقيقي، اتهم قال لهم بوقطب، ذكر هذه السميه وقال لهم بوقطب هو الاب الحقيقي ديال عزيز. كيفاش تلاقيت مع الكبيره؟ كيفاش تلاقيت مع أمنية عندها شهرين؟ واش كاين هادشي كاين أخي عادي ولا لا؟ أنا نقولها لكل شي يسمعها ويعرف كيفاش تلاقيت مع الكبيرة، واش السبب اللي كان تيخليني نمشي عند الكبيرة؟ أولا فاش تعرفتي معايا أخي عادي؟ أسبوع واحد تعرفنا. أولا كتجي عندي السلام سلام، أنا كنت ندير الحانوت ديال التصوير، وتيجي عندي الحانوت مساكن واحد الدري هو كيجي لعندي تيجلس معايا. المهم جيتي عندي اخي عادي، المهم جلسنا ضحكنا لعبنا، في قلت لي المرا غدا تجي ومشكله عندي. قلت واش المشكله اخي عادي؟ قلت لي العيد كبير وانا ما عنديش فلوس العيد وما عندي التريال، واش كاين هادشي اخي عادي ولا لا؟ قلت لك اخي عادي سمح لي ما كاين حتى مشكل، العيد باش تعيد معانا. مشي لداركم ما داركم تسمح لي. لقيتك مع الوالي وقال لك تجي مرحبا بي. الوالده قالت لك، الوالده ديالي الله يرحمها قالت لك تجي منها من البنات كيف مرتك كيف بناتي. اذا انا ناخذ انت عندك المراه ناخذ اختي بحالي بحال اختي مع ديك البنات اللي جالسه معاهم. جيتو ريحتو تما تعرفنا مع الكبيره، الكبيره كتمشي للدار انا تمشي عندهم، تزوجت مرتي كتجي لعندهم كتفرش مع مرتك. المهم تلاقات معرفه بحال هكا. من بعد مشيتي اللي كتقول لهم انا تمشي تنغيب، ولكن ملي كتجي انت كتوصيني كتقول لي اسمع محمد انت الا خصهم شي حاجه ها انت معاهم. الكبيره هي انا عاد تقول انا ان شاء الله قدام العالم كامل انا كنت نصرف اكثر منك على دارك على ولادك، انا كنت نصرف اكثر منك على ولادك، انا كنت نمشي عند ديك المراه اللي قالت لها بحالك بحال بنتي هي كتقول لها دي لها ديك المراه. انا كنمشي للدار ما كنلقى حتى واحد، انا ثاني من الثلاجه يا ربي تسمح لي انا كنقولها للناس كاملين تقول لهم هاك علاش انا خديتها بحال 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 اختي. ومن بعد جيتي عندي وقلتي لي وقع المشكل الاول ما عندك روش دابا، وقالت لي هي وتقدر تذكروا اخي عادل.
من بعد جيتي لعندي دارت مشكل الاول، ومن بعد جيتي عندي قلت لي المراه مشكله بوقت طبعا عندي بثمان، وهذا اشد مشكل مشي المراه حامله، شكون الكبيره حامله وحامله حامله معاك انت، وشحال قلت لك اخي عادل انا كنقول لك انا كان الوجه لك هذا الشيء هذا، لقيت وجهتي سميتي وجهتيها للعالم كامل عرفها، وكل شيء ولا تيهضر بسميت بوقطب بوقطب تيقول دابا اللي كاين ايقول اخي عادي. نجي عندي قلت لي المرأة حاملة واش عدير بلا ما نكمل الهضرة مع قدام الناس. مهم من بعد دا الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث، مره تجي مره ما تجيش، انا نقول لك مره تجي مره ما تجيش، مره سيمانه تجي، ولكن وقتاش كتجي نتايا نهار اللي كتبغي تخلص كبيره في لاسورونس ديالها عاد كتجي، انا هي اللي طلعتك هي اللي كتمولك في كاس الاول اللي كتغني فيها الراجل الراجل فيما مشى راسو مرفوع بحالك انت، ملي كيدخل هاد المرأة تيولي مخلوع فهمتي، هي اللي مولاتك بيها هي اللي طلعاتك، والقنيطريين اللي كتعاير القنيطريين ديك الكلمة الخايبة اللي قلتي هما اللي طلعوك هما اللي وكلوك هما اللي شربوك، قلت لك في الأول وكنقول لك في الثاني، هما اللي كانوا تيخليو يدخلوك تنعس وبلا ما تجيب بزاف د الحوايج، انت اللي كتقول لهم مرقه تا باش يخلص سكرا عاد يمشي يدير لا ديان، ما تنساش عاد اللي كنتي كتحتاجني ديك كنت نصرف عليك انا اكثر من كتصرف على راسك انت دابا، وخصك تقاطعت المعلقه بيناتنا مني وليتي بخير عليك مابقيتش كتعرفني، ولكن اخي عادل ما كاين حتى مشكل، غير انا مستعد ندير معاك التحليل ديال لا ديان، ولا كاين شي حاجه اكثر من لا ديان انا موجود، انا كنقولها قدام العالم كامل وغنفكرك، غنعطيك النقطات اللي باغي انت نعطيهم لك، وبزاف د الحوايج اخي عادل مازال تعرفها، انت اللي كتهمني بهاد التهمه هادي قدام العالم وقدام ولادي، خصك لي مشكل مع ولادي مع عائلتي مع اصدقائي، حتى واحد بقيتي خفيه كلشي تيجي يهضر معايا تيقول لي انت بوقت انت ما مزيانش، لا بوقت انت ما مزيانش، علاش؟ حيت لقيت عادل قال لهم كان تيخوني مع مرتي، ولكن انا ما سمعتش لك في الدنيا وما سمعتش لك في الاخره، انا تنقولها لك ومازال تنقولها لك، وهذا على الحلقه الاولى ديال الجزء الثالث ديال عادل الميلودي او عادل الخطابي او عادل راي او عادل ولد العريش.